أول حاجة بتعاني منها السيدات الحوامل هي الوصول إلى المركز الصحي. الخدمة كاملة بتاخدها، ولكن الوصول إلى المركز الصحي هو اللي صعب. يعني السيدات، أنتوا عارفين أغلب السيدات تكون نازحات، يا إما من الشمال، يا إما من غزة، يا إما من البريج، يا إما من المنطقة الوسطى، يا إما من خان يونس، وبياخدوا الخدمة من عيادة دير البلح. كيف توصل المركز الصحي؟ يا إما توصل ماشية، يا إما توصل على الكارة، يا إما ما توصلش خالص، ما بتاخدش الخدمة. لما توصل الست للعيادة وهي بالوضع هذا، تعرض حياتها للخطر، اولا من القصف من الاسرائيلي، يا اما اثناء الطريق بالمطبات الست بتوصل العياده ومعها نزيف، يا اما بتوصل نفسيتها محطمه وعلى ضغطها بتعرض حياتها للخطر من الضغط العالي، فبتعاني من مشاكل كثيره. ثانيا سوء التغذيه اللي بتعاني منها السيدات الحوامل اثناء الحمل. انتم عارفين انه حسب الوضع الاقتصادي في البلد السيدات عايشه على المعلبات، فوضعها الصحي لا يحتمل انها تتجهز لولاده. فاحنا هنا في العياده بنعطيها في الكاس ذو الحديد كمكملات من عندنا، وبنعطيها الرعايه الطبيه، ولكن التغذيه، سوء التغذيه هذا يؤدي للست انها لعسر ولادة ما بتقدرش تولد. ثالثا الأشياء النفسية، يعني الست يا إما زوجة شهيد، يا إما بنت شهيد، يا إما أبوها شهيد، يا إما بيتها وقع، يا إما فبتبقى محطمة نفسيا، فبتبقى أساسا مش قادرة تولد، مش قادرة تتحمل الولادة. المشكلة الأهم إنها الست لما تيجي معاد الولادة بتقدرش توصل للمستشفى، إحنا بنحولها للمستشفى، بنعطيهم كل التعليمات، بنعطيهم سر الولادة، بنقول لهم إنكم لازم تروحوا على المستشفى، تصل بالإسعاف لما يصير معك وجع. لكن المشكلة الأساسية إنه بيكون فيش اتصالات، فالست بتقدرش توصل للمستشفى وبتضطر تولد في الدار، تولد في الشارع، تولدها ست طبيعية، تولد في المدرسة على الحصيرة. أنا شفت سيدات كثير، منهم واحدة ولدت على الحصيرة في المدرسة وقصت الحبل السري بسكينة. غير هيك في سيدات وهم راحلين من الشمال لدير البلح ولدوا في الطريق، وصلوا هم والدين وحاملين أولادهم، وإحنا كملنا لهم الرعاية الصحية. أنا من قلة الحليب بعمل لابني تمر عشان شو اسمه يسكت، مش قادر اجيب له حليب، يعني ما فيش امكانيات، المصاري ما في، مصاري ما في، قضات ما في، ايش حتى الجمبري. انا ورده احمد مطر، من معسكر جباليا، نزحت على غزه، ومن غزه كنت في المدرسه فطلعونا اليهود منها، ونزحنا هاجينا على نصرات وقاعدين في مدرسه. انا ولدت في شو اسمه مستشفى الصحابة، فكانت الظروف سيئة، يعني كان الوضع، اليهود كانت في المنطقة، وكانت يعني الدكتورة واحدة بس، كثير ما حالات يعني في المستشفى. رحت على المستشفى، رحت على كارة، الله يعزك، وروحت برضك بنفس اليوم، حتى الدكتورة بتقول لي ولدت من هنا فيش بس 5 دقائق، تقول له روحي على الحمام وارجع يلا عشان بدك تروحي. يعني بالاول الولادات الاولى تقعد يوم كامل لما تتابع، وهذا في الولاده هذا ربع ساعه كنت والده ومروحه من كثر الزحمه اللي في المستشفى.